برنامج أسفار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار، تحلو بها مجالس السمار. أسفار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات أسفار وأخبار، والذي نعرض فيه شيئا من أخبار أولئك الرحالة الذين طافوا الدنيا ودونوا شيئا من مشاهداتهم. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي طرفا من أخبار رحلة أحمد فارس الشدياق في أوروبا المعنونة بكشف المخبى عن فنون أوروبا، وقد توفي رحمه الله تعالى في سنة 1887 من الميلاد. وكما رأيتم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن رحلته لا تخلو من الفوائد والعبر والعظات وحسن المشاهدات، وأيضا هي تصور لك حال المجتمعات الأوروبية في ذلك الوقت، فهو لم يترك جانبا من الجوانب إلا وتحدث عنه، تحدث عن الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية وغير ذلك. أيضا مما قاله أحمد فارس الشدياق في رحلته كشف المخبى عن فنون أوروبا، قال: والذي يظهر لي في الجملة أن رجال الفرنسيس يعني الفرنسيين أجمل من نسائهم ومن رجال الإنجليز، وأن نساء الإنجليز أجمل من رجالهم ومن نساء أولئك. هذه في نظره هو يقول رجال الفرنسا أجمل من نسائهم ومن رجال الإنجليز، ونساء الإنجليز أجمل من رجالهم ومن نساء فرنسا. هذا مما يذكره هو. من اللطائف التي ذكرها أحمد فارس الشدياق عن الإنجليز قوله: ومن العجب أن الإنجليز قد يبلغ أحدهم 70 ولا يخطه الشيب لا في رأسه ولا في عارضه، يعني الشيب في الإنجليز قليل، هكذا يقول هو. وإنما يغلب عليهم في هذه السن إذا قارب 70، وإنما يغلب عليهم في هذه السن الدرد، وهو سقوط الأسنان. وعندي أعظم أسباب الشيب في الأصل هو الهم والخوف من ظلم الولاة وذي الأمر، فإن أحد الإنجليز إذا كان يملك مثلا 1,000,000 ليرة لم يخشى أن أميره بل ملكه يحسده على ذلك، بل يتباهى بما شاء لاعتقاده أن غناه وغنى أمثاله موجب لغنى الدولة وشرفها، ولا يخشى أيضا أن يتطاول عليه في حقوقه أحد ممن هو أعلى منه، فإن الجميع في الحقوق متساوون. وهذا من رأيه هو، يرى بأن الاستقرار السياسي في إنجلترا جعل الإنجليز من أقل الناس شيبا، ويقول: الشيب إنما يكون بسبب الهم والخوف من ظلم الولاة ونحوهم، فما دام أن الظلم في الغالب منتف هناك فالشيب منتف إذن، وإنما يكثر فيهم سقوط الأسنان هذا إذا بلغوا 70. هذا كلام أخذه من واقع ما رأى ولا يلزم أن يكون صحيحا، لكن هو يعقب لنا أيضا ويذكر لنا فائدة غريبة فيقول: وجميع الإنجليز يعجبون بحسن الأسنان، وجميع الإنجليز يعجبون بحسن الأسنان، وهو أول ما يذكرون من الصفات المستحبة، ويشبهونها بالدر كما نشبهها نحن، كما قال الأول: وما كنت أدري قبل لؤلؤ ثغرها بأن نفيسات اللآلي صغيرها. هذا من استطراده الأدبي. وكما قال الآخر: ولم أرى قبل مبسمه صغير الجوهر المثمني. إذن هو يدلل على ذلك بأنهم إنما يحبون الأسنان وجمالها ويتغنون بذلك. أحمد فارس الشدياق أيضا إخواني أخواتي أشار إلى بعض العادات، وهو أنهن لا يبالين فيما يتعلق لحس الأصابع بعد أكل الحلوى ونحوها، وهذا مما يعبر عنه اليوم بالذوق أو بالإتيكيت في الطعام والشراب أو في المجالس العامة. قال: وكما نحن أهل المشرق نستنكف من التجشؤ، التجشؤ وهو صوت المعدة
هذا ليس بحسن. وهذا وغيره وكل ما ذكر قد لا يكون من الذوق أن يكون في أماكن الناس العامة. ولذلك أوروبا في ذلك الوقت ليست كأوروبا اليوم، حتى فيما يتعلق ببعض العوائد والطباع. قال هو أحمد فارس الشدياق: أنا أعرضها لكم لأبين لكم وصف رجل كان ملازما لهم. واليوم أوروبا تغيرت كثيرا، وخاصة أنه يتكلم هنا عن نساء القرى، حتى إنه قد ذكر أمرا غريبا. قال: وقد سمعت أن نساء فرنسا المتضرفات، يعني ذوات النعمة، لا يغسلن وجوههن بالصابون مخافة تمجل أي تغير البشرة، وإنما يغسلن بماء النخالة، مع أن صابون فرنسا أحسن من صابون الإنجليز. ويقال إن أهل فرنسا الأقدمين، وكان يقال لهم الغال، هم أول من عملوا الصابون في أوروبا، وكان الناس من قبل ذلك يغسلون ثيابهم بالماء فقط، إما بأن يدعكوها بأيديهم أو بأرجلهم، ولم يعمل في لندرة، يعني لندن، قبل سنة 1524 من الميلاد. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، كما نعرف أيها الإخوة أيها الأخوات، عندنا في الكويت على سبيل المثال كان من النادر أن يغسل الرجل يديه بالماء العذب، لأن أكثر الماء الموجود عند أهل الكويت قديما كان ماء مالح حماج، وقلبان الماء كانت قليلة، والحالة شحيحة شوي، وكان ينقل الماء من شط العرب، فالأمور كانت فيها شيء من التعب والمشقة. حتى شط العرب بالمناسبة، هو طبعا شط العرب احنا نعرف ان نهر دجلة والفرات، هذا يأتي من الشمال وهذا يأتي من الشرق، يلتقيان عند منطقة ينقال لها اليوم القرنة، سميت القرنة الاقتران نهر دجلة مع نهر الفرات، يلتقي نهر دجلة مع نهر الفرات في منطقة القرنة. منطقة القرنة تقع في الشمال، شمال البصرة، أظن 150 كيلو أو 180 كيلو، أنا ما أضبطها بالضبط، لكن يعني فوق 150 كيلو، أظن 160-180 كيلو. ثم يأتي هذان النهران اللذان صارا نهرا واحدا باسم شط العرب، ويصبان في الخليج العربي، يمران على البصرة وعلى الأهوار وعلى هذه المناطق التي تقع في جنوب شرق العراق. ابن بطوطة ذكر في رحلته أمرا استغربه هو، وهو غير مستغرب عندنا اليوم، ما هو؟ يقول: أهل البصرة، طبعا إذا قال أهل البصرة يقصد بهم أهل زبير حاليا، والزبير لم تكن موجودة في ذلك الوقت. يقول: أهل البصرة يأتون إلى هذا الخليج، الخليج العربي يعني، فإذا كان في وقت المد لم يستفيدوا من مائه، يعني للشرب، ليه؟ لأن الماء مالح. وإذا كان وقت الجزر استطاعوا أن يستفيدوا من ماء الخليج العربي يعني في شربهم. طيب قد يقول قائل: كيف يشرب ماء الخليج العربي حتى وقت الجزر والماء مالح أصلا، ماء بحر هذا؟ الجواب إن ماء شط العرب يدخل على ماء الخليج العربي، ففي وقت المد، مد الخليج، مد البحر، يغلب الماء المالح الماء العذب، ماء النهر. وفي وقت الجزر ما في ماء، يغلب الماء النهر الماء المالح، فيستسقي الناس يستفيدون، يستفيدون في الحقيقة من ماء النهر، من ماء شط العرب، هذه فائدته. فأهل الكويت قديما كانوا يرسلون مراكب بحرية لجلب المياه من شط العرب للشرب، لندرة المياه هنا، وكانوا يجدون مشقة في الماء. ولعل تاريخ المياه في الكويت في ذلك الوقت يطول ذكره، كانوا يتندرون في ذلك وينشدون الأشعار: لما اكتشف ماء حولي، قالوا ماء حولي مثله ما داره لا بفنيطيس ولا واره. فنيطيس القرية المعروفة، سميت بالفنيطيس الفنطاس اللي هو خزان الماء، بعض المراكب البحرية رمت لها خزان ماء كبير، الخزان الماء الكبير هذا يسمونه فنطاس، يكون من خشب.
فهناك مقطوط صوب يعني ساحل الفنطاس خزان ماي كبير يسمونه الفنطاس. صوب الفنيطيس اللي الحين يسمونها منطقة الفنيطيس كان في خزان ماي أصغر شوي فيسمونه فنيطيس، ما هو فنطاس، فنيطيس تصغير له، فسميت هذه منطقة يسمونها الفنطاس وهذه المنطقة يسمونها فنيطيس. فالشاعر يقول ما يحول لي مثله ما داره، ما دار لا بفنيطيس ولا وارا. وارا المنطقة النفطية الآن صارت منطقة محظورة، كان فيها جبل مشهور لليوم موجود الجبل، بس أنه صغير صار، فيه معارك شهيرة عند العرب قديما في أخبارهم، كانت تسكنه قبيلة تميم وله ذكر. ولو تدخل أنت الإنترنت وتحط في الجوجل صورة جبل وارا يطلع لك الجبل موجود لليوم، لكنها منطقة مسورة تبع شركة النفط. فالشاهد أن الناس عندهم ندرة. الشيخ يوسف بن عيسى الإجناعي يسولف عن أخوه أحمد، أحمد بن عيسى الإجناعي الله يرحم الجميع. الشيخ يوسف ولد نعمة الله يرحمه، عنده خير والله رازقه من فضله. فكان الشيخ يوسف يسوي شيء ما يسوونه بعض أهل الكويت، ناس إذا أهل فقر وحاجة شي يسوي الشيخ يشرب طبعا الماء العذب، طباخ أهل بيته منه شاية غداء عشاء، ويغسل إيده من هالماء الماء العذب. غسل الإيد من الماء العذب شلون إحنا الحين عندنا خزانات الماء الحمد لله يلا من فضلك، ونشوف واحد حاط له اللي هو القالونات مالت المياه هذه، مياه الصحة المياه المعدنية، ويخلي خزانات الماء ودائما يغسل ويتسبح من الماء المياه المعدنية. بعض الناس لما يشوف يقول فلان والله يتسبح من المياه المعدنية شو نقول؟ نقول عنه فزقان هذا، الحمد لله الماء. وهو ليش يسوي كذي؟ يقول لا والله هذا أنظف، لكن خزانات الماء الحمد لله نظيفة ولا فيها شيء. فبعض الناس الحين لو يشوفونه يغسل أو يتسبح من المياه المعدنية ويخليها يقول والله هذا فزقان بطران. الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي ذاك الوقت الله يرحمه كان الحمد لله الله مان عليه فضله وخيره، كان يغسل يده من ماء عذب. ولما تقول له الكويت ذاك الوقت أو عامة بعض أهل الكويت إن في واحد من أهل الكويت يغسل يده من ماء عذب، كأنك تقول اليوم يغسل من مياه معدنية. فيقول الشيخ يوسف أخوي أحمد ذاك اليوم غسل يده من ماء عذب عادي، وكان نادر الماء يعني مش نادر يعني قليل. فرده قال أنا شفت الشيخ يوسف يغسل يده من ماء عذب. طبعا قالوا قال الشيخ يوسف خلاص هذا الشيخ يوسف عالم الكويت. هذا الأخ الثالث ما يدري الكلام صحيح ولا لهل الشيخ فعلا يوسف يغسل يده من ماء عذب ولا ايش، قال محشوم الشيخ يوسف، محشوم ان الشيخ يوسف يغسل يده من ماء عذب، ما يسويها الشيخ يوسف ابد. الشيخ يوسف عالم وعاجل ورجل فاضل ويخاف الله وما عنده بطر ولا إسراف ولا بذخ ولا هذه الناس على نياتهم ذاك الوقت، مع أن الشيخ يوسف ما أخطأ، لكن في نظر الناس أن هذه علامة عليه. أبين لكم حال الناس قديما كيف أنهم يصورون الأمر أن بعض نساء فرنسا لا تغسل وجهها بالصابون، مع أن بلادها هي التي اخترعت الصابون واكتشفته من باب محافظتها على بشرتها. هذه إخواني أخواتي تمام رحلة أحمد فارس الشدياق التي ذكرتها لكم عبر حلقات طويلة، لأنها حقيقة من أمتع الرحلات التي قرأتها، والتي دون فيها صاحبها كثيرا من المشاهدات الدقيقة للمجتمعات الأوروبية. لعلي أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية لنقف إن شاء الله مع رحلة أخرى. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج أسفار وأخبار، قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية برنامج أسفار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.